السلام عليكم أينما كنتم متابعي برنامج كورة، مشاهدي قناة الفرات، مستمعيها عبر الأف أم إذاعة الفرات. هذه تحيتي علي سالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مباشرة. يسعدني أن ألتقي فيها بمدرب فريق الزوراء الكابتن أيوب أديشو. مرحبا بك. أهلا بك وحياك الله في برنامج كورة. الله يبارك بك. الله يبارك بعمرك. أهلا وسهلا بك. عضو اتحاد الكرة السيد كامل صغير يوضح سبب استقالته من الاتحاد، نتابع. ما نستاهل بهاتنا تنسب على فد شيء، شنو سوينا احنا بالاتحاد؟ كرة القدم هاي حال كرة القدم، يوم تغلب يوم تخسر يوم تعادل، شنو ذلبنا احنا ضاغط؟ يعني واحد جايب له صورتي صورة علي الجبار والولد داس عليه تكرم بالهذا، ما يجوز هذا، ما يصير. احنا عندنا اهل وعندنا ناس وناس معروفين وجهاب، زحمة، الموضوع زحمة، وصلنا لهذا. اما موضوع يعني موضوع الاستقالة، موضوع الاستقالة ناس الهيئة العامة والاخوان الموجودين والناس الخيرة، يعني جونا النادي توافدوا للنادي وتوافدوا للبيت، فنحمد الله وشكرا. هذا فد شيء زعل بسيط من هاي الامور اللي موجوده. يعني هسه احنا اذا نعرف سبب، احنا سبب نعم، هذا حالنا حال كره القدم، يوم تغلب يوم تخسر. لا لا، هو ماكو، شوف احنا 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 واعيين هاي الدوره الثالثه، ما حد يمشي قراره، قرار يكون قرار جماعي. بس قلت لك يعني الامور اللي وصلت الى مراحل ننداس تكرم، يعني زحمه، موضوع زحمه. ظاهر اطلع مظاهره احكي مثل ما تطلع مظاهره على الحكومه، تكلم كل شيء، بس ما يجوز. احنا ما مسوين في الذنب انت، بعدين يعني انت رجل ما تنعرف، تنعرف شو يصير عتب ويصير كلام غير كلام، صعبه يعني الامور. استاذ ابو سام بالاتحاد الله كريم ان شاء الله كل شيء بيد رب العالمين. شنو اللي يمنعه يعني؟ لا لا، انا هسه مع احترامات، انا مهتم بنادي اليوم صار رقم 20، يعني فزعمه نادي مثل المدينه. نادي النفط ينهي تحضيراته لمواجهة فريق الحسين في الجولة 18 من الدوري الممتاز، نتابع. والله كل مباراة صعبة، يعني كل فرق هي محترمة، تعرف لما تطلع من خسارة. يعني احنا خلال 3 لعبات يعني حصلنا نقطة واحدة، يعني خسارتين تعادل، انت عارف هذا ما يعطيك انطباع جيد للفريق، حتى حاله النفسيه للمدربين اللاعبين، بس كل هذا دوره طويل. اعداداتنا لهذه المباراه، مباراه الحسين، تعرف مباراه الفريق الحسين فريق جيد، فريق محترم، عناصر شباب عندهم، لكن فريقنا تعرف فريقنا بعد خسارتنا الجويه قادرين، اعطينا وعد الكادر التدريبي وايضا الاداره ان نكون نرجع من مباراه الحسين، لكن نعول على فريقنا بهاي المباراه بين يعيد الصوره اللي ظهر عليها نادي النفط خلال المواسم السابقه، ونتمنى خير باللاعبين وبالفريق ان شاء الله. نتيجه اخر مباراه مع الجوي خسرنا، احنا كلاعبين متالمين يعني على نفسنا، وضعنا مو هذا اللي وضعنا، نقول فريقنا فريق مجتهد، كادر تدريبي، لاعبين ابطال، ان شاء الله نعود. عندنا لعبه مع الحسين، لعبة مع الحسين فريق شبابي، فريق جيد، يمتلك لاعبين جيدين. وفي ذات السياق كورة يتابع جاهزية فريق الحسين لمواجهة النفط، نتابع. اكيد يا شوف، احنا كل مباراة عندنا هي مباراة صعبة، تعرف الامكانيات، لاعبين اغلبهم لاعبين شباب، واغلبهم لاول سنه يلعبون بالدوري، واضافه الى فريق النفط فريق متمكن، فريق عنده كل الامكانيات، لاعبين على مستوى عالي، كادر تدريبي مميز، كل مقومات النجاح اللي تخدمهم بالدوري متواجده عندهم. كنا ثقه وكنا امل بانه نحصل على ال3 نقاط مع جل احترامنا لفريق النفط. هاي ثقة نابعة من المباراتين السابقتين مع الزوراء ومع نفط الوسط اللي خسرنا بها في اللحظات الأخيرة في المباراتين. استعداداتنا صراحة قائمة، وإن شاء الله بالنسبة لنا عازمين وطموحنا 3 نقاط، وهذا الشيء مو صعب كرة القدم. فصح فريق النفط فريق محترم، بس الرغبة والاندفاع إن شاء الله موجود عندنا كلاعبين شباب وكادر تدريبي. احنا جاهزين لهذه المباراة، مباراة قوية مع فريق النفط، يمتلك لاعبين منتخبات وطنية، إن شاء الله احنا عادين العدة والعدد لهذه المباراة، مباراة صعبة، إن شاء الله نكون من ضمن 3 نقاط في ونصعد المراكز المتقدمة، وإن شاء الله. برنامج كورة يزور اللاعب محمد داود بعد تعرضه للإصابة، ويستطلع هذا اللقاء ومتى عودة اللاعب إلى الملاعب مع الزميل أحمد العطواني.
الحمد لله والشكر، يعني اصابه ما انها بالقويه، يعني ان شاء الله بعد الفحوصات اللي جريتها يعني ما تطول، يعني فتره طويله حوالي 45 يوم الاصابه. بعد عندنا فحص ثاني، يعني دكتور يعني اداره النادي بذلت مجهود بهذا الموضوع، ودوا تقارير خارج العراق، بعد يعني التقرير النهائي من الدكتور بعد ما راجع ان شاء الله هاي الايام. هناك من يتحدث انه يقول اللاعب العراقي وخصوصا تحديد محمد داود انه الحكام يعني دائما ما يحمون اللاعب بسبب اجراءاتهم الضعيفه، صحيح؟ لا، مو قصة ما يحمون اللاعب، بس هو اي لاعب، يعني اي لاعب، اللاعب الجيد في الملعب يعني مو بس محمد داود، جميع اللاعبين يعني يتعرضون للركل والضرب، يعني شغلة طبيعية هاي بكرة القدم. اليوم محمد داود يعني اصر انه يحضر تدريبات الفريق، شنو هذا يعني لك؟ يعني نفسيا لي يعني مو فشي، يعني جد تدريبات الفريق، يعني هم اساندهم، لان تعرف الفريق يمر فترة حرجة هاي الايام، يعني بثلاث مباريات حصلنا نقطة واحدة من عده، يعني وكثرة الاصابات بالفريق حوالي 6 لاعبين ولاعب محروم، يعني الفريق يمر بفترة حرجة هاي، ان شاء الله نعيد نفسنا ونرجع اقوى. محمد داود باقي مع النفط؟ باقي. مستشار الاتحاد الاسيوي السيد شامل كامل يتحدث لبرنامج كورة عن سبب تأخر فيفا في رفع الحظر عن ملعب الشعب الدولي ويرمي الكرة بملعب العراق، نتابع. مشروع رفع الحظر عن الملاعب العراقية عمل بدينا، يعني بدأ بالأخوان هنا وإحنا أيضا شاركنا وياهم بعمل جدي ومهم، وتحقق جزء، تحقق جزء من الهدف، لكنه مو الهدف كله. إحنا لحد الآن المفروض أهم نقطة بالنسبة لنا، الهدف الأساس هو أن نرفع الحظر عن بغداد، عن ملعب الشعب تحديدا، وما يحتاج شيء كبير سوى أنه نراجع الملاحظات اللي سجلت علينا في الزيارات السابقة ويتم تنفيذها. يعني الآن، يعني قبل شوية تدخل في الوزارة، الآن دا يشتغلون، وأحد الأخوان اللي بالملعب قال لي تقريبا كملنا كل الملاحظات اللي أنا حقيقة قدمت لهم إياها، فإحنا لازلنا بحاجة إلى أن نصعد وتيرة العمل في هذا المشروع اللي هو مشروع رفع الحظر، لأن رفع الحظر هم لا علاقة مباشرة بالتطوير. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، نبدأ محور كورة مع الكابتن أيوب أديشو، والبداية بالتأكيد قبل أن ندخل بتفاصيل الدور اليوم راح يكون الحديث وياك شيق، لكن بالأزمة المتكررة في كل موسم لنادي الزوراء وهي الأزمة المالية، بصراحة لحد الآن لم تشخص المسألة بشكل دقيق، ومن هو المسؤول عن تكرار هذه المسألة لفريق يمتلك أكبر عدد من حصوله على لقب الدوري بصراحة؟ يعني تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين. أعتقد الله. إذا كانت متكررة أو أزمات سابقة، أعتقد لأنه يعتبر نادي الزوراء مثل بقية الأندية الأخرى اللي تابعة مؤسساتيا يعني، وهذني الأمور طبعا المادية مطابقة مع شروط ومواصفات بقية الأندية، فإذا هذه المشكلة متكررة أعتقد أغلب الأندية أو تقريبا يعني الأقل من عدها منها أعتقد هو نادي الزوراء، مثل ما مر غير أندية بنفس المشوار وبنفس المطبات، أعتقد هي تجي بعض الأحيان مزاجيات واختلافات بالرؤى الثقافية أو رؤى مزاجيات. يعني منو كابتن؟ ما نقول مزاجيات، وإنما أنه أنت بكل مؤسسة يحتاج لك أنه هذا الشخص تتمنى أنه يكون شخص رياضي حتى ممكن سهل الأمور أكثر. فنتمنى أنه، أعتقد هم أغلبهم يعني يعرفون نادي الزوراء تابع لهالمؤسسة، وأعتقد هم أغلبهم جزء كبير هم ساندوا نادي الزوراء، وأعتقد يعني إذا كانت مر بأزمة ممكن أنه في اختلاف بوجهات النظر، أعتقد أنه ميزانية الدولة ما قررت، لكن هذا مو سبب رئيسي، أعتقد مفهومي أنه مو سبب رئيسي أنه بعض الأحيان أنه تتأخر. أكو كثير من المديريات، كثير من المؤسسات اللي تابعة للوزارة، أعتقد ممكن كانت تقدر يعني إذا كانت واعدها مؤسسات قابلة أن تدعم للقرض الفرق. أو يعني ممكن كلها شركات رابحة معين. يعني ما شاء يعني الله ممكن، ماكو عذر، ممكن يعني ما نقدر نتدخل بهذه الأمور، تدري إذا الأمور إدارية ممكن. كثير مروا على وزارة النقل وزراء مو رياضيين، لكن ما قصروا في دعم الوزارة بصراحة، إلا يعني هاي الوزارة الجديدة
ممكن نشوف الخير بعد اسبوع او اكثر، يعني حسب ما وعدوا الإدارة انه يكون خير بالاسابيع القادمه، فما نعرف لحق اقل من 15 يوم لازم تسافرون. زين انت مثل ما قلت لك اكو مؤسسات، مثل ما تفضلت اكو مؤسسات رابحه ممكن تقرض لك للفريق مبلغ من المال، كثير من الامور تكون يعني مسير. شنو ياثر على الفريق بصراحه؟ وهو معلوم يعني مو مخفي يعني على الجميع، لكن شو ياثر على نفسيه اللاعب عدم وجود امكانيه ماليه، ونتحدث عن بطل دوري للموسم السابق لحد الان ما مستلم مستحقات الموسم السابق؟ هي اكيد تاثر، يعني اكو حالتين، هي الحاله النفسيه هي نقطه مهمه، لكن الوعود يعني هي اهم نقطه، هي المصداقيه. اعتقد ان اداره الزورة ونادي الزورة عدى المصداقيه بهذه الامور. لكن الاختلاف تدري يعني هو يعني متى ينتظر اللاعب حتى يستلم يعني حقوقه او مستحقاته. زي مثل ما تفضلت، اذا كانت 35% من المستحقات السابقه ما مستلمه، اكيد راح تصير متراكمه، وهذا التراكم راح يصير دين كبير على اداره النادي. ومن ثم يعني تدري مساله الاستقطاب ومساله يعني السنين السابقه ولا القادمه قد تكون صعبه. فنتمنى انه اللاعبين، اكو كثير من اللاعبين يفهمون هذه القضيه. انت مثل ما ذكرت السنة اللي سابقة اللي مضت، أعتقد أنه كانوا أغلب اللاعبين على مستوى عالي من الوعي والثقافة، أنه العمر التدريبي إلا كبير والعمر العمر اللي هو به، فأكيد كانوا يعني اهتمامهم أنه هو الأداء داخل يعني تمرين الجهد. شنو اللي اختلف بين الموسم السابق والموسم يعني الحالي والموسم ينعانيته من أزمة مالية؟ العمر إلى اختلاف، يعني أكو لاعبين عمر اللاعب إذا كان العمر التدريبي وثقافة اللاعب ممكن يختلف، ممكن مؤثر على كثير من اللاعبين، وفعلا كانوا مؤثرين فمش الفريق بالشكل الصحيح. يعني اللاعب في الموسم السابق كابتن من ينزل إلى الميدان يترك هذه الأمور الجانبية وماكو أموال، لأن عنده خبرة. هذا الموسم اختلف؟ يعني ممكن اختلف شيء بسيط، يعني عندنا هم لاعبين خبرة جيدين، وعندنا لاعبين أعتقد أنه بمستوى المسؤولية بمستوى الجهد المطلوب من عندهم إذا كان بالوحدات التدريبية أو بالمباريات قد تأثر بعض الأحيان، يعني تدري تأثيرها يعني تأثيرها أعتقد إذا كانت إعلامياً، أو تأثيرها مع من بقية الأندية. يعني بقية الأندية تأثيرها شنو؟ يعني مثلاً عندك الأندية اللي قريبة من عندك، أو الأندية الجماهيرية، أو الأندية اللي عندها يعني موارد مادية جيدة، يعني اللاعب يلاحظها، أو تكون سياسة الأندية البقية أنه تبرز هذه بوسائل الإعلام حتى تأثيراً على بقية يعني واحد من نادي الزورة، يعني حتى يتأثر بصراحة. ممكن أنت أخذ جانب هذا لاعب شاب. نعم. وهذا رزقه ورزق عائلته، وأنت أيضا أتحدث، لكن هذا اللاعب الشاب من يسمع زميله بالفريق الآخر مستلم مستحقاته يوم بيومه وكل وقت بوقته، يعني يتأثر نفسيا. قلت لك هذني إعلاميا أثرا عليه، إذا كانت إعلاميا من إدارات الأندية أو بالتواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي أكو كثير من الناس يروجون بحيث تأثر على اللاعب، وتعرف أنه أصبح الآن ماكو سريات. هاي المشكلة، يعني ماكو شيء سري، يعني كله معلن. كله معلن إذا كانت الروابط وإذا كانت الإدارة وإلى آخره. طيب حتى أكو هناك من يقول أنه إدارة الزوراء دورها خجول بتعامل مع هذه الأزمة، يعني ما عالنا بشكل صريح انه الوزاره قاطعه الدعم، ويا ناس يا عالم احنا اكبر قاعده جماهيريه تعالوا لحقوا لنا. يعني هي تعامل خجول يعني مو هو خجول، وانما هو يعني ممكن روح المسؤوليه، يعني حتى لا تكون هناك يعني قد تكون قطيعه، يعني حسب رايي، او قد تكون نوع من الاحترام المتبادل، لانه اكيد 100% انه انت تابع لوزاره، وهذه الوزاره يعني ما تقدر تطلع من عندها الا بظروف استثنائية، ممكن تكون ظروف استثنائية قاهرة، ممكن إدارة الزوراء قد تكون يعني تأخذ قرار أنه إذا ما مشت من حق الوضع الإدارة الصحيح. أن تتخذ قرار تقول بعد ما مثلاً أنا إذا أقول مثلاً يعني إذا من حقها إذا أمكن ما أعرف إذا أمكن ولا وإذا زين إذا طيب إذا يعني أنت راح توصل إلى طريق مسدود، وأعتقد الوزارة ما راح يعني توصل
بهالطريقه. ايش منتظرين بعد كم يوم؟ عندنا سفر، ما عندكم فلوس طيران بصراحه يعني. يعني ابو ازاد تحياتنا له في الحلقه السابقه يقول فلوس طيران ما عندنا. يعني مو قلت لك انه هو أسوأ شيء انه يعني انا الان اكون هنا واتكلم في وقت يعني ما كان مناسب هذا الوقت نتكلم به. مضطرين نتكلم. المفروض انا اناقشك ايش راح يسوون بالبطوله الاسيويه. انا يعني ممكن يعني تدري يوضح لك اذا كانت الاداره توضح لك بالشكل الصحيح هذا مهم جدا طبعًا. اذا كانت على قنوات يعني قنواتكم او غير قنوات توضحها بالشكل الصحيح يعني حتى الجمهور يعرف. يعني اكو كثير من المطبات انه رافقه الفريق مثل قدرنا انه نحتويها اذا كانت من الاداره او من يعني من اداره الفريق او اداره يعني اداره اذا كان بالجهاز الفني احتويناها حتى لا نكون يعني سبب يعني تدري انت بطل دوري وبطل الكاس فما ممكن انه تكون ثغرات قد تاثر على اللاعب. على طاري بطل الدوري دزت عليكم الوزاره كرمتكم لان ماخذين دوري باسمه انت ما لا ما اعتقد هو ما انت لعبت انت بطل دوري لحد الان ما مستلم مكرمه البطوله أه. اعتقد صار لها من اكثر من 2011 ولا اكثر انه لحد الان الانديه اللي ماخذ بطوله الدوري او الكاس ما مستلمين. ليش؟ شنو السبب؟ ما اعرف وين السبب. اتحاد وزاره الشباب وبعدين هي اعتقد يعني تعتبر رمزيه يعني شنو ال 100 مليون يعني ما رمزيه يعني زناني من اتنافس والعب أي. كذا عدد من المباريات نعم. وبالحار وبالبرد واروح محافظات واخذ يعني دوري غير استلم فلوسي اكيد سواء يعني كانت رمزيه 150 اي ما اقول لك رمزيه هي 150 ما تدي فشي لكن هي هذه لها ثقل كبير. حتى الشعار اللي لابسه دريز الزهراء الخطوط الجويه العراقيه ما جاي يدور على النادي بالاموال هذا اعلان. هذه امور ما اعرف ممكن اكو اتفاق بين الخطوط العراقيه يعني والاداره الزهراء بس الامور الماديه ما اعرف انه اكو حلقه مفقوده بصراحه ما بين الوزاره والاداره. يعني كنت اتمنى انه الاداره يكون صوتها اعلى بمطالبه بالحقوق. الحقوق تؤخذ كابتن ولا أي. تطلب لا مو انا اعرف انه اعتقد اكو تواصل اكو تواصل. متواصلين اعتقد اكو هذا أي. التواصل لكن التواصل هو اكيد هو الانتظار مثل ما احنا وصلنا الى مكان الطريق انه ضيق الان فاكيد اكو تواصل فاكيد ممكن قد تكون. طيب هذا التواصل غير يثمر على النتائج. يعني من يجلس عضو هيئة إدارية لنادي الزهراء ويقول لي كابتن فلاح حسن يروح لأحد المدراء العامين بالوزارة وما يستقبله وين التواصل بالموضوع؟ ما أكو فالتجاهل واضح وصريح لنادي الزهراء ونادي بقيمة يعني هذا يمثل العراق في دوري أبطال آسيا. نتمنى ما لا تكون هناك أسباب يعني قد تكون هاي الأسباب يعني قد تكون أسباب يعني سلبية على الفريق قد تكون أسباب سلبية على 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 الأجواء اللي إذا كانت أجواء رياضية أو أجواء أخرى إدارية. نتمنى أنه يعني هذا التجاوب مثل ما ذكرت أو مثل ما تفضلت أنه هذا يعني كأقل تقدير أنه يكون الحالة إيجابية أكثر حتى تقدر أنه توصل هاي المعلومة أو توصل المسج لإلك للاعبين أو إدارة النادي بالشكل الصحيح أو جمهور الفريق. كيف يعمل الكابتن أيوب أديشو بهذه الظروف؟ بصراحة الأمور سوداوية هسه رغم ما أريد أتفائل مقبلين على بطولة لكن الوضع ما مطمئن. عندك شوف يعني هسه احنا راح نتكلم يعني مثلا الكلام ينسى الفعل تفعله ممكن ينسى لكن العمل ما ينسى صحيح. يعني إذا كان عمل الإدارة أو عمل التدريبي أو عمل اللاعب أنت أهم نقطة أنه أنت شلون تكون مسؤوليتك توصيلك الأمر اللي تجتهد به بينك وبين اللاعب واللي يجتهد به اللاعب حتى يكون ثمرة يعني قريبة من أداءه ومستواه داخل الملعب أو داخل المباريات. فأعتقد اللاعب متجاوب إلى أبعد الحدود لحد يعني مثلا لحد البارحة كانت مباراتنا أو لحد قبلها بيوم مباراة يعني كثير من اللاعبين يعني حتى يسمعوني لاعبين يلعبون لاسم الفريق يعني اسم الفريق ويلعبون لنفسهم بعدين يعني تدري أنت يعني إذا كانت الشكوى يعني إذا من اللاعب أنت تستقبلها يعني تستقبل هذه الشكوى يعني إذا كانت يعني نوعا ما إذا كانت مادية أو يعني متذمر تستقبلها بحيث تعطي أجواء ممكن أجواء تفاؤل. إلى متى؟ حتى الأعذار راح تخلص.
هو احنا اهم نقطه يعني عندك النقاط السلبيه اللي من اكثر النقاط اللي تواجه كره القدم خاصه عند اللاعب. احنا نقول له اهم نقطه انه تكون لا تكون اعذارك كثيره، اهم نقطه صحيح، لان هي أسوأ شيء عند اللاعب وبقيه الاخرى تجي. فأسوأ شيء انه الاعذار تعطيها للاعب او للجهاز الفني بحيث تكون يعني ما بالمكان الصحيح ولا بالشكل الصحيح حتى يقدر تستقبلها، لا انت تستقبلها ولا اللاعب يستقبلها. لكن اجواء التفاؤل، اجواء انه يعني قلت لك عندك كثير من اللاعبين، يعني ممكن اذا احنا اثرنا على هؤلاء اللاعبين ممكن الطاقه الايجابيه اللي عند اللاعب ممكن قد بعض الاحيان تقل، قلت ممكن قد تقل لانه تدري مثل ما وهم محقين طبعا، يعني احنا نعطيهم الحق ما ممكن يعني لكن كنت انا جهاز فني او انا ما لي علاقه بالهيئه الاداريه. هناك خشيه بصراحه، نعم خشيه من الجماهير من الاداره، احنا مقبلين على بطوله اسيا بطوله مهمه، والكابتن ايوب اديشو يقال انه واضع استقالتك في جيبك، يعني بتنتظر الفرصه حتى تقدم الاستقاله. هناك يعني تلويح، هناك كلام من قبلك انه انا حاليا بعد. هو فعلا يعني هو فعلا لانه مو مشكله انه الاداره، لكن الاجواء مو مثاليه، الاجواء من ما تكون مريحه يعني يعني التباعد، هذا التباعد قد يكون سبب رئيسي يعني بعض الاحيان، لكن مو سبب انه يعني يعني انت من تكون مجتهد، يعني اللاعب يكون مجتهد يريد حقه، وكذلك الامور الاخرى مترتبه بامور كثيره. فالاستقاله مو انه موجوده بجيبي، لانه كان من زمان قدمت استقاله، اعرف انه هاي الامور يعني توضحت لي، يعني انه قعدت مع رئيس النادي كابتن فلاح في وقتها انه اكو امور انه ما موجوده، لانه لو كانت موجوده كان دفعت مبالغ السابقه للاعبين. يعني اصلا ماكو فلوس بالنادي حاليا، يعني في وقتها ما موجوده لانه كان منتظرين. الان احنا مقبلين على بطوله وسفر، اكو فلوس تذاكر حجز؟ هسه ما اريد فلوس اللاعبين، نقدر نشارك بالبطوله؟ لا اكيد اكيد اكيد، يعني ممكن يجب ان ترتب، يعني يجب ترتب. روح نتداين، يعني ممكن انه تتداين يعني شلون يعني انه نكون خارج السياق العام اللي هو العملنا، انه نكون متواصلين زين. الافضل ان اروح اني وامثل العراق وسمعه كره العراق واروح اني متداين الكروه، شلون راح اقدم بصراحه؟ يعني انت تشوف الوضع مثالي، راح تواجه من افضل الانديه باسيا. اذا نتكلم بالمثاليه، يعني احنا نتكلم بالمثاليه هسه بالممكن، ما اريد المثاليه، مو متداين الكروه. اكيد بالممكن، يعني انت مثل ما ذكرت هسه مثلا الجمهور، اذا كان اي جمهور وخاصه انت متمثل العراق ممكن كل يساندك، يعني اغلبها اغلب الانديه اغلب الناس انه ساندك، يعني اكيد انه الاجواء يعني اصبحت واضحه للاعب من يفكر بهالامور، اكيد راح تقارن بسلبيات كثيره، سلبيات كثيره، وهذا اكيد مؤثر. فاحنا اللي نترجع مثلا انت مثل ما قلت انه الخطوط، هي اكيد احنا على الخطوط الجويه العراقيه اكيد هذه الامور، تذاكر السفر تكون موجوده اكيد ان شاء الله تكون موجوده. متى يشعر الكابتن ايوب اديشو وهو ربما شاعر لكن مو وقت الاعلان، شو وقت تشعر انت ما قادر تستمر؟ هي مو شغل ما قادر، يعني القدره مو القدره الاستمرار، القدره بسبب الاوضاع تحدث بالسلبيات اللي دا نواجهها. اي السلبيات اللي نواجهها. وصلت لهذا الشعور كابتن؟ يعني نوعا ما وصلت. هواي امور اي وهاي السلبيات، يعني اعتقد انت مو فريق بعيد عن المنافسه، وهي هنا المشكله، هذا الضغط. انت مو انا يعني اكثر من لقاء يعني كان اقدر يعني اتدرب بانديه كثيره اذا كانت، لكن انا احب الضغوطات العاليه اللي تكون خاصه بالمباريات. تصنع الانجاز هاي الضغوطات؟ اكيد، لانه الضغوطات هي اللي تخليك انه تكون موجود، تخليك انه بالابداع، لانه انت راح تخطا راح عندك نجاح، بس الخطا راح تصلحه، وعلى طول انه انت هذا الخطا كانه شيء لم يكن، انت عامل اذا كان الانجاز اللي عندك زين. ما دام نتحدث عن الازمه الماليه، رساله من احد جماهير الزوراء يعني ملفته للانتباه، من الاخ سمير، يقول وزاره النقل، انا شخصيا تكلمت مع الوزير في مطار بغداد قبل ذهابه الى جنيف، مختصر الموضوع
رايد الوزير رايد من إدارة الزوراء وصولات كاملة لموسمين 2016 و2017 والإدارة ما مسلمة هذه الوصولات إلى الوزارة، وهناك شبهات أو شكوك بوجود هدر للمال العام بالسنوات السابقة، والوزارة مانعة قاطعة الدعم ومانعة الأمور بسبب عدم تسليم هذه الوصولات. وإذا فرضنا هذا الكلام صحيح، يا ريت الوزارة أيضا تطلع تصرح تقول يابا أكو هدر بالمال العام، رد نعرف الفلوس مال المواسم السابقة وين. اتصلوا لي مرة أخرى بالمتحدث الإعلامي باسم الوزارة الأستاذ سالم موسى وطلعوا لي صوت الاتصال بجه وخلنا نستعلم منه شنو سبب قطع الأموال يا شباب. اتصلوا لي بي لأن هو وعدنا في أكثر من حلقة أن يظهر، لكن عندما يتعلق الموضوع بالزوراء بصراحة أكثر من مدير عام أكو تهرب واضح من مدراء العامين. لو محضرين الرقم من وقت يا شباب، يعني لو صحت هذه الفرضية كان الوزارة طلعت قالت عمي هيك الموضوع ترى مو يمنا يم الإدارة، بس ما طلعت حتى يعني الوزارة يعني لحد الآن ما طالعة وموضحة. يعني أعتقد يعني ما أعتقد أنه إدارة الزوراء راح تخفي هذه الأمور، أعتقد إذا كانت موجودة يعني أعتقد الوزير اللي السابق وين السابق يعني أعتقد كلها موجودة، لكن ممكن زين انطرحت هاي المعلومة داخل أروقة الزوراء لو ما سمعتها لها هسه. أول مرة أسمعها. أول مرة أسمعها هذا الشيء. ولذلك أنا أيضا ما سمعتها، ولذلك أريد تأكيد من قبل وزارة النقل. مرة أخرى اتصلوا لي وطلعوا لي صوت الاتصال بالمباشر يا شباب. بس هذه ما يمنعك يعني أنه تقدم شيء اللي مطلوب الآن. طبعا. يعني لتسيير الأمور، ومن ثم يعني أكو أمور كثيرة إذني شغلات إدارية إذني بسيطة يعني من الشخص إذا كان يعني الهدر بالمال العام يعني أكو أمور كثيرة تقدر توجهها. زين أستاذ سالم جاوبكم يا شباب، دخلوا لي بالجو مباشرة. السلام عليكم أستاذ سالم، رحب بك في برنامج كورة، وأنت بالحلقة السابقة وعدتنا وأخلفت بوعدك وأنت مقدم برامج وتعرف قيمة الكلمة ووضحها على البرنامج. بصراحة نستعلم من خلالكم وزارة النقل وسبب عدم دعم نادي الزوراء ماليا، ونحن مقبلون بصراحة على بطولة مهمة مثل دوري أبطال آسيا. أحد أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الزوراء يتحدث عن غياب مال لتذاكر السفر، ما عندهم فلوس يروحون يسافرون طيران. تفضل لك الكلمة. أولا أحييك طبعا وأحيي ضيفك وأحيي مشاهديكم، وأنصحك نصيحة الخبير في الإعلام أن لا تطلق أحكامك مسبقا يا أيها المهذب، أن لا تطلق أحكامك. أنت اتصلتم بي و طوني صوت بالجو شباب، طوني صوت بالجو، الكابتن أيوب ما يسمع. تفضل كمل أستاذ سالم. نعم يعني اتصلت بي، التليفون كان بي شحن قليل، رد التليفون انطفأ، ويعني هو على السبب اللي ما طلعنا به. عن سؤالك كان سألت ليش ماكو تذاكر سفر؟ لا ماكو دعم اصلا للنادي استاذ سالم. الوزاره او بصراحه الوزير الجديد منذ استلامه للوزاره لحد هذه اللحظه 1000 دينار ما منطي لاداره الزوراء، هكذا يتحدث احد اعضاء الهيئه الاداريه. بس اعرف من هو وياي بس بلا زحمه يعني عضو الهيئه الاداريه. لا في الحلقه السابقه تحدث الدكتور اسعد لازم عضو الهيئه الاداريه. نعم يعني السيد صلاح حسن ايضا خرج في قناه فضائيه وتحدث بطريقه مغايره ومختلفه، يعني تحدث عن تواصل السيد الوزير مع رئيس النادي، وايضا انتم قلتم ان احد اعضاء الهيئه الاداريه الكابتن صلاح حسن قاعد يم مدير عام ساعتين يعني او على باب المدير العام ساعتين. هذا الموضوع يعني قديم وصار لسنوات، فنتمنى عليك وعلى معد البرنامج ان يتوخى الدقه في تهيئه المعلومات. نعم. يعني المعلومه وال يعني اللي تبنى عليها بعض الحلقات يجب ان تكون دقيقه، وحضرتك يعني في قناه محترمه وقناه مشاهده ولديها متابعين، يعني جيد أستاذ سالم أنا أتشرف بهذا حديثك، لكن اسمعوا ياي هذا التصريح للكابتن فلاح حسن، خليك وياي، اعطوني التصريح شباب.
الأزمة تحل إن شاء الله عندما تفرج وزارة النقل زين وتبدأ بدعم نادي الزوراء مجددا، لأنه نادي الزوراء لا يمثل فقط وزارة النقل وإنما يمثل كل العراق خاصة. كلام من السيد فلاح حسن، تفرج الأزمة لما الوزارة تدعم النادي. أستاذ أنا ما جبت شيء من جيبي. لا بس اسمح لي، هسه وين التلميح بعدم الدعم؟ كلام واضح للكابتن فلاح حسن. شنو اللي بتحكي يعني؟ كرروا لي التصريح يا شباب مرة أخرى، خلنا نسمعه مرة ثانية أنا وأستاذ سالم. الأزمة تحل إن شاء الله عندما تفرج وزارة النقل زين وتبدأ بدعم نادي الزوراء مجددا، لأنه نادي الزوراء لا يمثل فقط وزارة النقل وإنما يمثل كل العراق خاصة لدينا استحقاقات الآن. أستاذ سالم الحديث واضح. يعني واضح، بس ما ابي اولا اني يعني حتى اسجل بعض الملاحظات. حديث القاسم صلاح حسن في اي وقت في اي يوم قد نشكد قبل اربعه ايام نعم، اما قال يعني يبدا من دعم الوزاره، يعني وين الاساءه للوزاره؟ مثلا الوزاره وين اساءت للنادي؟ الوزاره مخصص حتى تكون بالصوره خصصوا اكثر من مليارين لكل نادي درجه اولى في مجلس الوزراء، وهذا توزع يعني حسب تقسيمات معينه. نعم. احنا في 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 وزاره النقل السيد الوزير حدد مبالغ ووقع الحقوق قبل ثلاثه ايام، والمفروض هسه رايحين نستلميها من الشركه العامه للموانئ ومن النقل الخاص ومن تشكيل اخر. الحقوق موقعة، هذا دعم مؤقت. زين، نقدر نعرف قيمة هذه الصكوك ايش قد؟ يعني تفي بالغرض؟ يعني الرقم أكثر من 400 مليون. هذا دعم عادي. تعرف حضرتك تتحدث عن يعني عن نزاهة، وتتحدث عن يعني عدم مخالفة الأوامر الإدارية. نعم. إذا كانت رئاسة الوزراء هي تخصص مبالغ مالية، لن تخصص للأندية، في الموازنات. إحنا أصلاً كوزارة الموازنة ما أعطتنا كل استحقاقنا، أعطتنا جزء من يعني مو جزء من عدة بقدر ما ليس ما طلبناه كاملاً في وزارة النقل. وزارة النقل ساعية، والسيد الوزير أيضاً يعني تكلم معي وقال نحن ساعون الى دعم نادي الزوراء لان عنده استحقاقات كثيره واستحقاقات مهمه. زين. ويعني لا احد يزايد على ان موقفنا هو موقف داعم. يا ريت هسه تفرحتنا وفرحت جماهير الزوراء، يعني الازمه يعني نقدر نقول انحل جزء كبير منها، راح يستلمون الاموال الاداره. نعم حلو. يعني السيد الوزير قال سأذهب إلى أبعد من ذلك، سأذهب إلى لو تطلب الأمر إلى مجلس الوزراء وسأتحدث في هذا الموضوع مع مجلس الوزراء. السيد صلاح حسن في قناة العهد قبل يومين تحدث وقال يعني السيد الوزير أيضا داعمنا وواقف بجانبنا. هذا الموضوع يعني أني يعني أتمنى. أنا أشكرك جزيل الشكر، الصوت انقطع يمي أستاذ سالم، تحياتنا إليك، وبصراحة فرحتنا وفرحت الكابتن أيوب بهذه المعلومة، مو كابتن؟ أكيد. يعني استلام الصكوك ودعم الوزارة من جديد، هذا اللي نتمناه، إحنا ما عندنا خلاف شخصي لا وياك لا ويا الوزارة، إحنا تهمنا مصلحة النادي لأن النادي راح يمثل العراق في دوري أبطال آسيا، وضغط الجماهير جماهير الأمة الزوراء علينا، تخلينا نضغط باتجاهكم و نتحدث بصراحة لأن النادي يستحق الدعم، مقبلين على بطولة جدا مهمة هي دوري أبطال آسيا، والزوراء لا يمثل نفسه في هذا الموضوع ولا يمثل الوزارة، بالتأكيد يمثل العراق وسمعة كرة العراق بدوري أبطال آسيا، فدعم الوزارة يجب أن يكون واجب. ونتحدث عن الموسم السابق 35% من عقود اللاعبين ما مستلميها لحد هذه اللحظة، تكريم من الوزارة لبطل الدوري ماكو؟ لو اكو الوزاره كرمتكم؟ لا ما اعتقد السنه المضت. لا طيب هاي هم معلومه مو دقيقه من الكابتن. تحياتنا لك استاذ سالم الزميل العزيز. اي كابتن ان شاء الله
الامور ان شاء الله يعني هي ماشيه باتجاه الحل. ان شاء الله تنحل. ويعني مثل ما قلت لك الموازنه هي كانت الموازنه يعني الوزاره كانت منتظره الموازنه قررت الموازنه فاكيد يعني بما انه انفراج. بما انه انفرجت الازمه الماليه خل اخذ هذا السيلفي ولو هو السيلفي كله مطالبات ب يعني دعم النادي والوزاره بعد هو انحلت الازمه لكن ان شاء الله مطالبكم وعلى عيونكم انحلت الازمه. خلينا نشوف مطالباتكم. طالب السيد وزير النقل بصرف اموال الى نادي الزوراء لكي يتمكنوا من السير في الدوري وبطوله الكاس وبطوله دوري ابطال اسيا ونحن نعيش في زمن الاحتراف. يعني اللاعب شنو ذنبه؟ وبالاخص عندنا بطوله ابطال اسيا مقبلين عليه، راح نلعب بالامارات وراح نلعب بايران. يعني اللاعب اذا شلون تريده يلعب لك؟ شلون تريده يقدم لك؟ طبعا وضع الزوراء ما يسر لا صديق ولا عدو، وما اعرف وين الحلول، يم الوزاره، يم الاداره، يم المدرب، يم اللاعبين. المهم اللي نريد نوصله احنا كجمهور كلكم راح ترحلون واحنا نبقى بهذا النادي. طبعا اتمنى من الحكومه العراقيه برؤساتها الثلاثه وخصوصا وزاره النقل ان تدعم نادي الزوراء في مشاركه الاسيويه، لان المشاركه كلش مهمه والزوراء راح يمثل العراق مو يمثل فقط نفسه وجماهيره، واتمنى خير ان شاء الله والزوراء يستحق ان واحد يدعمه. احنا اثرت علينا احنا نفسيا كجمهور، الله يساعد اللاعبين على اللاعبين، ترى الفلوس ما تروح حقك يجيك، بس انت حق الفانيلة اللي ترتديها والجمهور وياك ومعازرك. شكرا لجميع المتحدثين. كابتن خلنا نتحدث بالدور العراقي والتعادل الأخير أمام الديوانية بالدقيقة الأخيرة وقبله الفوز بشق الأنفس مع فريق الحسين أيضا بالدقيقة الأخيرة، شنو اللي جاي يصير بالفريق؟ يعني العام الماضي هم يعني صارت عندنا ظروف مماثلة يعني، لكن قدرنا يعني نخرج من هذه يعني ما نقولها يعني نوبات، هي هاي كرة القدم يعني أكثر الفرق يعني يعني ذاكرها سابقا يعني أكثر الأندية متقاربة، يعني نشوف أكو أندية يعني زخم باللاعبين يعني أكثر الأندية لاعبين متقاربين بالمستوى. بعض الأحيان يعني ممكن اللاعب يكون غير يومه يعني يكون غير جيد، هذه ظروف المباراة حسب عدم المباراة. بصراحة عدم الاستقرار على تشكيلة الزوراء في كل مباراة نشاهد تشكيلة مختلفة لاعبين جدد، هذا الأمر صحي؟ يعني ماكو يعني أنا مستقر على التشكيلة أكثر الأحيان، بس هذه المباريات يعني كنا يعني في عندنا لاعبين كانوا يعني متعبين يعني لأنه مشارك في 16-17 مباراة متعبين أكيد يعني جهد عالي من المباريات يعني صارت، فقلنا ممكن يعني هي تداور باللاعبين، لا يجب ان عندك يصير تداور باللاعبين حتى تقدر اكيد حتى تقدر تقاوم لان الدوري طويل وعندك بطوله، فاكيد يعني ما احتراماتي النادي الديواني يعني انت نادي الزوراء يعني عندك لاعبين كثار ممكن يعني بياثرونك يعني ممكن المستوى متقارب بين اللاعبين صحيح، ما اعتقد انه هذا ياثر على اداء اللاعب، لكن ممكن بعض الاحيان ضغط المباريات ضغط الجمهور يعني مع احتراماتي للجمهور تدري الجمهور طالب بالأداء وبالنتيجة يريد نتيجة إذا كان من المدرب وإذا كان من اللاعب، فهذا الضغط ده يعيش اللاعب أعتقد تأثر عليه يعني مو بس هو اللاعب اللي ده ينزل لأنه هو هذا مباراة الأولى، لا حتى كلاعبين يعني إذا هم على مستوى عالي بالنادي يعني إذا كان بالمنتخب وإذا كان يعني إذا نتحدث عالية بوجهة نظرك الشخصية الزوراء ما زال يطمح للحصول على لقب الدوري، الوضع بعده مبكرا أكيد يعني إحنا السنة اللي مضت كان عندنا بين 13 نقطة فرق عن الثاني أعتقد وصل الفارق بيننا وبين الجوية وبين ثلاث نقاط أربعة صحيح، يعني أكو عندك مرحلة كبيرة تقدر لكن توصل. نوعية المنافس اختلفت في هذا الدوري يعني هذا العام ما اختلفت قريبة لكن أدري الطموح موجود يعني إذا كانت عدي وإذا كان عد اللاعبين الطموح موجود، وهذا الطموح أعتقد أنه ممكن مباراة واحدة قد تعيدك إلى كثير من الأمور. أريد أخذ رأيك بنوعية لاعبين الزوراء هذا الموسم يعني إحنا أدي نقطتين، النقطة الأولى يعني أنت كسبت لاعبين أنه هذولا كانوا في أنديتهم جيدين يعني أكيد 100% يعني أغلب اللاعبين اللي استقطبناهم هم لاعبين جيدين مهم جدا. النقطة الثانية هي الأهم يعني من هؤلاء اللاعبين كثير من عندهم ما يقدرون يعيشون تحت ضغوط عالية
ضغوط ممكن اذا الخبره او العمر الى يعني قد بعض الاحيان صحيح. ما يقدر يعيش هالضغوط لانه مطالب لانه هو كان السنه السابقه بطل فمطالب انه يكون على دائما باداء جيد وب نتيجه اكيد 100% فاكيد يعني تاثر على اللاعب بعض الاحيان. هاي نوعيه اللاعب اللي قليل الخبره ما يقدر يتعايش مع هكذا ضغوط وهو يلعب للزوراء شئنا ابينا تحت الضغوط لان فريق جماهيري يجب ان يعيش هذه اللعبة. لازم يتعلم على هذه الضغوط يجب ان يعيش يعني شلون راح نروح لدوري ابطال اسيا بصراحه شلون تشوف مشاركتنا لغرض المشاركه ام رايحين ننافس لا هي مو انه انت تنافس نقول ننافس لا ما اقول ننافس ناخذ البطوله لا يعني احنا ولا ننافس الفرق اللي راح نواجهها منافسه اهم نقطه انه اهم نقطه بدوري المجموعات انه انت تقدر تنتقل المرحلة الثانية هذا الهدف الأول أهم نقطة أهم نقطة كيف تنتقل المرحلة الثانية لأنه راح يصير أجواء غير أجواء اللي دوري المجموعات يعني ممكن الاختلاف بها أنه تقدر تستقطب لاعبين بالمراكز اللي تحتاجها أو باللاعبين اللي المحترفين زين حتى نكون بالوجه الأفضل والأحسن بالمباراة. شلون تشوف مجموعة الزوراء في هذه البطولة؟ يعني احنا افضل المجموعات اللي بالنسبة لنا يعني مجموعة طبعا يعني المجموعات الاخرى اقوى من عندنا بكثير. وهذه المجموعة بسيطة؟ مو بسيطة لا يعني بس اسهل من الاخريات يعني افضل من غيرنا افضل من غيرنا لانه يعني هذه الاندية اللي راح نواجهها بضخامتها المالية وقوة محترفينها نعم قادرين بصراحة شلون تشوف حظوظ الزوراء؟ اكيد قادرين قادرين اكيد يعني ما نختلف يعني احنا اللاعب العراقي اعتقد بالمواجهات الخارجيه اعتقد يعني كثير من عندهم يعني الرغبه عده اثنين عده العزيمه ثلاثه الاصرار الشيء الاخير انه اعتقد العمل الجماعي بين اللاعبين راح اكو ثمره عاليه ثمره جهد انه يقدر يؤدي بالمباراه. محترفين الزوراء اللي اجوا هذا الموسم يعني اعتقد هي مثل ما ذكرت يعني اكو بعض الناس لحد الان يعني لحد الان خاصه الجمهور يعني مع احتراماتي قسم من عندهم انه يطالب بال يعني انت اللاعب المحترف الان ما يجي تحت الاختبار اللي امكانيته زينه جيده ما يجي تحت الاختبار وما يجي باموال قليله معروفه يعني مو على مستوى يعني لكن انت ما تقدر انه اذا ما تشاهد هذا اللاعب يعني مشاهده او المدير اعماله المبالغ كبيره جدا يعني ما تقدر تستقطب لاعبين يتاثر على الميزانيه اكثر يعني ما تقدر تستقطب لاعب يعني على مستوى عالي بسبب الاموال اكيد 100% يعني انت ما تقدر تستقطب لاعب اللي بده يستقطبوه الدول القريبه من عندك بملايين الدولارات مليون مليونين دولار ولا ب 500,000 ها نعم احنا نعطي 150,000 للمحترف يعني ممكن اكو انديه تعطي ممكن 200,000 اكثر فاكيد نوعيه اللاعب تختلف يعني نوعا ما بسيط مو اكثر عن الاليه للاختيار هو اللاعب يجي هنا نختبره لو احنا شايفينه وعارفين لا هو انت المشكله اللي احنا يعني اذا ندخل بيها هو مشكله الفيديوهات أي. بس هو افضل شيء انه اذا انت إذا عندك ناس تشوف هذا اللاعب اذا يكون بخارج دولته يعني ممكن تروح الشاهدة أو ترسل الناس الشاهدة أكثر من مباريات حتى يكون بالقيمة اللي أنت تسوقها إلك هذا ما موجودة يعني إحنا ننتظر إلى فترة يعني تدري أنت خلص الدوري 17/7 يعني وأنت بدأ الدوري بشهر 9/10 بداية زين شلون راح تستقطب لاعب هاي الفترة وأنت حاليا عند المحترفين أنت كاملين نعم بالزوراء حاليا محترفين كاملين يعني لا يعني إحنا الآن يعني عندنا اثنين يعرف اثنين قصدي بالقيمة والإضافة للفريق يعني حسين جويد لاعب جيد يعني استقر لأنه صار لأكثر من 7 سنين واللاعب عمر أعتقد أنه بعد دخل بالأجواء يحتاج لفترة يدخل بالأجواء أكثر كنا نريد نستقطب لاعبين اثنين بمستوى عالي تدري يا مراكز تحتاج لاعبين حاليا يعني شو يحتاج الزوراء حتى ندخل بآسيا يعني احنا كان يحتاج لنا لاعب صانع ألعاب بمستوى عالي جيد وإذا كان يعني بعض الأحيان يعني نحتاج لاعب الى يعني بين 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 اللاعب مدافع وسط او لاعب يلعب على اطراف او مهاجم يحتاج الزوراء يعني زين اقرا لك كم رساله هيك باختصار على البيات يقول هل فعلا اداره الزوراء لا ترغب بوجود الكابتن ايوب اديشو وتنتظر هو من يقدم الاستقاله لتجنب الشرط الجزائي اكو هيك حديث
يعني جاهز. اي شرط جزائي ما اعرف يعني بالعقود بالعقد مالتي اكو شرط ما حاط شرط جزائي، لكن اكو خلاف بينك وبين الاداره فعلا؟ اكو لا بالعكس، ما عندنا اي خلاف. حلو. بس وما 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 يعني وما احب واحد يملي علي شروط. اها اي واضح من قبل يعني، من انا من سنه 90 91 لحد الان ما احب واحد يملي شروط يعني اي اداره. يعني شروطنا ما حد يتدخل واضح بعملك. شروطنا واضحه يعني العمل واضح يعني اذا كانت اداره الزوراء او او, أو اني. اكرم يقول لك اكو تراجع بمستويات بعض اللاعبين. فعلا اكو، قلت لك الضغوط العاليه عليهم. يعني سببها الأزمة المالية لو أكو غير؟ لا 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 مو أزمة المالية، قلت لك الضغوط لأنه الجمهور يريد من عندهم يعني كثير يعني عفوا حتى هذا الكلام يعني تدري جمهور الزوراء يعني المباراة كلها لحد آخر دقيقة يشجع. أكو قسم من الناس يعني إذا نقول عدد أصابع اليد اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة يأثرون، فهذولا ما أعتقد يأثرون على 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 المستوى العام، لكن بعض الأحيان اللاعب يتقبل هذني الأمور بانفعالية. تدري وانت هذه الانفعالات موجودة، عندنا انفعالات وراثية موجودة. يعني ما يتقبل الانتقاد؟ مو الانتقاد، وإنما يعني قسم من الجمهور، خلينا قلت لك عدد أصابع اليد الواحدة ولا الاثنين، يعني انتقاده مو واضح، إنه انتقاده يعني مسيء، يعني مسيء للاعب أو مسيء لل... فأكيد اللاعب ما يتقبل هالإساءة. شلون علاقتك بالجمهور؟ جيدة عالية. لا احنا قلت لك يعني جمهور الزوراء يعني شوف انت لحد اخر دقيقه المباراه السابقه والقبلها لحد اخر دقيقه هو يشجع الفريق لحد اخر دقيقه. قلت لك هو قسم ما 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 يعني حتى ما يعجب العجب في نعم. هذا الموسم بصراحه يعني الفريق مباراتكم امام النفط خسرانين اثنين وجماهيركم تهتف. قلت لك البارحه يعني 3-1 لحد اخر دقيقه وما يشجعون يعني فضل جماهير الزوراء بصراحه قبل نعم هي. لا بالعكس أكثر بس أكو أكو قسم أكو قسم للناس ممكن تسيء للمدرب تسيء للاعبين، لكن هذه هذه يعني هاي ثقافة يعني أعتقد إحنا نريد أن تتحول يعني الأندية إلى أندية اجتماعية. يعني الآن يعني أنت بعد سنة سنتين تريد تحول هاي الأندية إلى أندية اجتماعية يعني تحضر عوائل تحضر أطفال فنبتعد عن الألفاظ يعني, يعني ممكن صارت هيك شيء معاكم يعني صارت أكو إساءة أكو يعني أكو إساءة للاعبين. قلت لك أكو واحد اثنين ثلاثة أربعة هذول ما يأثرون على قمة الأداء الجماهير اللي إذا تأدي لللاعب. راضية الجماهير عن أداء الفريق هذا الموسم؟ لا لا شلون تشوف؟ لا لا ما راضين يعني، لكن ببداية الموسم كانوا راضين على اللاعبين أغلبهم لأنه تدري استقطاب لاعبين شباب زين. مغادرة لاعبين أغلبهم اللي شنو خلاهم ما راضين حاليا؟ النتائج ممكن بعض الأحيان ما عدا النتيجة إن قسم من الأداء يعني اختلف بالأداء اللي الأداء. أنت راضي على اللاعبين؟ خل أترك رأي الجمهور. أنا عندي ثقة عالية باللاعب جدا عالية، أنا مسؤوليتي أني أنه أكون يعني معهم صريح. تدري أنه بعض الأحيان الصراحة يعني إذا كانت مع الجمهور خاصة الصراحة الوجه لوجه أنه أنت تكون صراحة صارمة أها. يعني 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 تقول للأخطاء يعني توضح له الأخطاء، لكن بالنهاية إنه أنت هاي الأخطاء توضح له إياه وشنو جدولة هالأخطاء حتى يقدر يرتقي بالمستوى. هواي رسائل توصلني الكابتن أيوب ديشو باقي مع الفريق لو طالع بصراحة الوضع ما مطمئن يعني إيش عجب الجمهور ما يدري بيك باقي مع الفريق لو طالع. هواي رسائل توصلني هو القرر بعد نشوف منه. لحد الآن ما تدري باقي لو طالع كابتن هو منو يعني هو أنا اللي يعني أنت طبعا قرارك لا عفوا مو قرار الإدارة أنت باقي مع الزوراء لو إلك نية تطلع يعني يعني أتوقع يعني بكرة بعد بكرة اجتمع ويا إدارة النادي ونشوف شنو الأوضاع اللي وش منتظر منهم يعني شنو اللي راح يخليك تقرر تبقى مع الفريق لو تطلع لا حتى نشوف آراء يعني يعني تدري تتباحث يعني كل واحد مثلا إدارة الزوراء من حقها أنه تتباحث مع مدرب الفريق مع اللاعبين زين. باحث مع مدرب الفريق شنو الوضع شنو اللي صار صح ولا يعني هاي مهمة لا ونقرر. لكن من خليت الوضع معلق على اجتماع بعد غد أكيد يعني بعد الوضع بكرة وبعد ما بكرة محسوم لا أكيد يعني لازم يعني لازم يعني الجلسة تكون صريحة يعني أنا أقدر يعني مثلا اليوم أقدر أقول لك يعني بطل زين الإدارة شو تريد تسوي يعني مثلا أنت بالاجتماع راح تقول لهم والله أنتم ما معطيني فلوس يعني لا هذا الكلام يعني أخو أنا كان قلت لك إحنا في الوقت الآن مو الوقت اللي الجيد الآن اليوم الوقت اللي غير مسموح به يعني كان من زمان يعني أعرف أنه الأمور المادية غير جيدة أنا أعرف يعني بداية الموسم أعرف أن الأمور المادية غير جيدة بقينا استمرينا ويا الفريق زين آخر رسالة السلام عليكم أنا كابتن كريم مدير فريق الزوراء
صار 20 يوم السيد الوزير وافق ينطى 400 مليون للنادي اليوم الخميس، وهسه رجع السيد قاهر مستلم من النقل البحري 100 مليون فقط، وعلى أساس النقل الخاص ينطي 100 مليون. صار 3 شهور لم نستلم من الوزارة دينار واحد. هاي رسالة أكون أحولها مباشرة للسيد سالم موسى. هذا حديث مشرف الفريق ومدير الفريق وأعضاء الهيئة الإدارية، يعني الكلام ما جبته من جيب الخاص، هم اللي يشتكون من الوزارة ومن تعامل الوزارة مع الفريق. فأتمنى أن أنت قلت لي هسه 400 مليون والآن ما مستلمين فقط 100 وموعدين بمية أخرى، يعني أتمنى أن لا نرجع للمربع الأول، وأيضا راح تستمر الأزمة. قلت لي انحلت، وأخذت منك هذا الموضوع على أنه الموضوع انحل. أمير المالكي رئيس رابطة الجماهير يسلم عليك، يقول الرابطة مساندة لأيوب أم لا؟ أكيد 100%. 100%. يعني هم والتراس وعشاق النوارس، يعني كثير أغلبهم، بس قلت لك يعني ماكو جمهور أنه أنت تريده مثلا 100% مع، أكيد أكو في اختلافات وأكو في نوبات بعض الأحيان وجهات نظر، يعني وجهات النظر الشخصية تكون مؤثرة. يعني أنت مثلا أنت في ملعب يعني تريد من اللاعب يعطيك كل شيء مثل ما هو يريد شخص من الأشخاص، فغير موجودة. يعني يريد حسب رغباته، أكو ناس يريد حسب رغباته، فهذا تأثر على الفريق. قلت لك أنه مو كله، بالعكس الجمهور كله مؤيد للفريق ومساند. خل أخذ هذا الاتصال بآخر دقيقة عندي. السيد عبد الرحمن رشيد عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، مرحبا بك سيد عبد الرحمن، تفضل. جيد، الإدارة أيضا تريد ترد على الوزارة، ما أعرف شنو اللي جاي يصير، يعني ربما أتمنى ألا أكون مخطئ هذه المرة، يعني الحديث السيد سالم أتمنى أن يكون يعني صحيح وحتى تنحل الأزمة. أكيد أكيد. سيد عبد الرحمن تفضل، لك الكلمة باختصار، الوقت خلص عندي. حياتي لك ولضيفك كابتن أيوب. حياك الله. بصورة يعني مختصرة بصراحة، احنا اليوم الأخ عضو الإدارية السابق قاهر راح إلى محافظة البصرة، فقط استلم 100 مليون من نادي البحري. ولا لحد الآن لحظة الموانئ ليس لها علم بصرف المبلغ من قبل وزارة النقد. وبالنسبة للنقل الخاص لحد الآن ما مستلمين فلوس، يعني المجموع اللي استلمنا الصك حوالي 100 مليون فقط. سيد سالم يعني موسى المتحدث الرسمي باسم الوزارة هسه قبلك كانوا جاي باتصال يقول استلموا 400 والصكوك انصرفت، يعني بس يجون ياخذوها. أنا إذا أتكلم لك باسم الإدارة فقط اليوم لحد هاللحظة الساد قائم لحد هاللحظة ما واصل بغداد 100 مليون استلم فقط وهو في طريقه إلى بغداد. يعني أنا رسالة من أنا أشكرك جزيل الشكر، يعني بس رسالة للسيد سالم موسى، يعني أنت الناطق الرسمي المفروض أنت تتأكد من معلوماتك وتعطيني معلومة صحيحة، مو أنا، يعني مقدم برامج أنقل وجهات نظر، وهاي الهيئة الإدارية جاية ترد على تصريحك تقول لك تمام انطيني بس 100 مليون، تقول 400 مليون استلموا، فخل أعرف منو اللي مو دقيق بمعلوماته، منو اللي ينطي تصريحات ما متأكد منها. أنا أشكرك جزيل الشكر كابتن، وأتمنى التوفيق لكم باعتباركم ممثلين الوطن، وإن شاء الله باقين داعمين لكم. الله يبارك بعمرك، إن شاء الله نتمنى أنه للجميع أنه الموفقية والعمل يعني بروحية رياضية، يعني إن شاء الله. هي أهم نقطة. إن شاء الله. أعتذر لعدم قراءة بعض الرسائل، الاتصالات هواي بصراحة، تمنينا أن نوصل لنتيجة لحل أزمة نادي الزوراء، وإن شاء الله نوصل لنتيجة. الملف مفتوح في برنامج كورة وما يغلق إلا أن هيك يأكد لي أحد أعضاء الهيئة الإدارية أو الرئيس يقول استلمنا وراح نروح وعدنا فلوس واللاعبين استلموا مستحقاتهم، يلا نسكت وبعد ما نفتح هذا الموضوع. سلام عليكم ورحمة الله.